بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله. في هذا الفيديو الجديد والموعد الأسبوعي الخاص بألعاب الأندرويد سوف نتعرف على 8 منها، وسوف نبدأ باللعبة الأولى صراحة الجميلة جدا التي سوف أقترح عليك في هذا الفيديو. هي لعبة بالمناسبة لسباق السيارات التي عادة نتحكم بها يعني بالريموت كنترول. فلاحظوا معي هذه اللعبة أحباب في الله لها مستويات كثيرة جدا، سبقوني. لعبة رائعة سوف تعجبكم كثيرا، بها مستويات كثيرة وبها يعني خيارات للعب، إمكانية شراء أيضا هذه السيارات التي نتحكم بها يعني بالريموت كنترول، يعني أكثر تطور عندما تجمع النقاط. لكن الوصول الى في المركز الاول حتى تنتقل يعني الى مستويات كثيرة اخرى. تلك هي لعبة جميلة صراحة، سباق سيارات من نوع يعني اخر، فكرتها يعني رائعة. اللعبة الثانية المقترحة في هذا الفيديو احباب في الله هي لعبة حربية بالمناسبة جديدة، يعني بها ايضا مستويات يعني كثيرة جدا احباب في الله. اللعبة في كباقي الالعاب الحربية الجرافيك الخاص بها يعني عالي جدا. طبعا عليك تجاوز كل مستوى حتى تستطيع المرور الى مستوى اكثر صعوبة. هنا يعني في الخط الأعلى يظهر لك يعني إذا كنت قريب من الموت أو لا. ترافقك دائما هذه الفتاة يعني لمساعدتك بطبيعة الحال في الحروب التي تقوم بها. هي لعبة جميلة وبالمناسبة جديدة وخفيفة أيضا على الحاسوب، يعني مساحتها يعني صغيرة جدا وتشتغل على ليس الحاسوب، الهاتف، تشتغل على جميع الهواتف يعني حتى الضعيفة. أدعوك لتجربتها يعني لأنها رائعة بامتياز. اللعبة الثالثة المقترحة في هذا الفيديو أحباب في الله هي لعبة فيكتور اسمها. بطبيعة الحال يعني من شكلها كما تشاهدون فيجب عليك دائما أن الشخص الذي يظهر لك يعني في الخلف الحين يعني هو شخص يتابعك وسوف يقتلك إذا وصل إليك، بالتالي يجب أن تكون يعني دائما في الأمام كما تشاهدون ولا يسبقك للقفز، يعني تضغط بهذا الشكل. فهنا يعني يظهر لك إذا لعبتها للمرة الأولى فسوف يظهر لك يعني الطريقة التي سوف تلعب فيها يعني كما تشاهدون. حين سبقني وإمكانية أنه سوف يقتلني، لاحظوا معي. بالتالي فهي لعبة جميلة ممتعة جدا، قفز يعني بين المباني، لاحظوا معي. فيعطيك الحين يعني عندما تلعبها لأول مرة كيف تقفز إلى غير ذلك، ويجب أن لا يصلك بطبيعة الحال يعني الشخص الذي هو في خلفك الحين. سوف أمر مثلا بين في وإذا وصلت بطبيعة الحال إلى خط النهاية يعني قبل أن يصل إليك يعني الشخص الذي هو الحين يعني في خلفك، فيعني سوف تذهب إلى المرحلة الثانية التي سوف تكون صعبة إلى غير ذلك. في اللعبة الرابعة المقترحة في هذا الفيديو أحباب في الله هي لعبة تيرور، يعني لعبة مخيفة جدا تتواجد في مدرسة، يعني يجب عليك التجول فيها، تسمعوني يعني الأصوات، وعليك أن تتفادى أن تظهر لك يعني الأشباح، لأنه إذا ظهر لك شبح فجأة يعني بصوت مرعب جدا وسوف يقتلك، سوف تعيد يعني إلى نقطة الصفر. وهذه فكرة اللعبة. بطبيعة الحال مدرسة بها قصة يعني التلاميذ كما تشاهدون، تجول يعني فيها مرعب جدا، بالتالي انصح بها يعني اصحاب القلوب الضعيفه. كما تشاهد معي لا انصح بها بطبيعه الحال اصحاب القلوب الضعيفه، ولا انصح بها يعني اللعب في الليل صراحه. اللعبه مخيفه جدا،
وإذا ظهر لك بطبيعة الحال شبح سوف يقتلك، هو بصوت مرعب جدا، هذا ما يخيف كثيرا، وسوف تعيد بطبيعة الحال يعني المرحلة من جديد. بالتالي فهذه فكرة اللعبة أحباب في الله. اللعبة الخامسة في هذا الفيديو لعبة جديدة، يعني لعبة محاربة زومبي كما سوف تشاهدون بطريقة جميلة جدا. سوف يظهرون لك وعليك أن تتفادى أن يقتلوك، تتجاوزهم بطبيعة الحال كما تشاهدون، يرسلون لك أسهم إلى غير ذلك يعني حتى يقتلوك. هنا يظهر لك المستوى الخاص بك، يعني إذا كنت قريب من الموت أو لا. كل مستوى يأتي سوف يكون صعب بطبيعة الحال إذا أفلحت. لاحظوا معي قتلوني. تلي لعبة جميلة جدا أحبابي في الله، أدعوك لتجربتها على تلك الأنظمة، هي لعبة جديدة بالمناسبة. اللعبة الخامسة أحبابي في الله والسادسة في هذا الفيديو لعبة رالي بشكل مختلف، لها مستويات كثيرة، يجب عليك الوصول بطبيعة الحال إلى خط النهاية في أسرع وقت، إمكانية أيضا التسابق. لعبة جديدة بالمناسبة، تلعب مع الوقت يعني في هذا المرحلة كما تشاهدون. الألعاب الجميلة جدا التي سوف تستمتع بها، يعني عدة طرق صح التعبير، تختار يعني ما يناسبك. تلعبك لتجربة زي الأخرى، ولا تفك الأنظر لأنها ممتعة جدا صراحة، من الألعاب التي أحببتها شخصيا. لاحظوا معي الطريقة التي أقوم بسحبها بالمقول إن صح التعبير، فهنا يعني سوف يحدث الفارق. اللعبة السابعة أحباب في الله المقترح في هذا الفيديو من الألعاب الجميلة جدا التي سوف تعجبكم، لعب أونلاين أيضا، يعني الألعاب يعني كرة السلة لكن بشكل مختلف. لاحظوا معي بأن هناك يعني العديد من السيرفرات والعديد من الأشخاص، أختار أي شخص مثلا للعب معه إذا كان ممكنا، يعني مثلا لو ضغطت هنا أنتظر. لاحظوا معي بأنه بإمكاني أن ألعب معه، ويعني علي أن أتغلب عليه يعني في عدد الكرات يعني التي سوف أسجله حتى أستطيع اللعب مع شخص آخر. من الألعاب الجميلة سوف تعجبكم بالتأكيد، يعني لاحظوا معي بأنه سجل هو وأنا شخصيا لم أسجل. بهكذا تستطيع يعني ربح نقاط واللعب مع أشخاص آخرون، لعب أونلاين إذا كنت تريد ذلك. فلاحظوا معي يعني من الألعاب الرائعة جدا صراحة، سوف تعجبكم كثيرا. تغلب معي 30 نقطة، أنا 0 نقطة، بالتالي فأستطيع مرة أخرى البحث عن شخص آخر للعب معه مثلا إذا كان ممكن وغير ذلك. لاحظوا معي هؤلاء أشخاص أونلاين الحين، يعني فتنافسهم كما ذكرت عليهم. أنصحك بعدم اللعب المرة الأولى أونلاين حتى تتقن اللعبة، لأنه في مستوى اللعب مثلا يعني بدون أونلاين تستطيع يعني التعود على طريقة الرمي الكرات، يعني فأسجل كثيرا لا أعرف لماذا الحين مع التصوير مرتبك نوعا ما. تلي فيها في من الألعاب الجميلة التي تنافس فيها يعني أشخاص حول العالم، وهو يعني شيء رائع جدا. أدعوك لتجربة على هاتفك الأندرويد. اللعبة الأخيرة في هذا الفيديو لعبة جميلة بالمناسبة، تحارب يعني مثلا تخرج من قلعة وتحارب الأعداء الذين سوف يظهرون لك، تحاربهم بالسيف أو بهذه يعني تعرف كيف يسمونها، يعني التي تطلق الأسهم مثلا السيف. الحين تقود بطبيعة الحال الحصان يعني لاحظ ما قتلته إلى غير ذلك، فعليك الوصول إلى خط النهاية. لاحظ ما قتلوني. تلي لعبة جميلة جدا أدعوك هي الأخرى لتجربة ممتعة جدا بمستويات كثيرة. أراكم إن شاء الله في مواضيع جديدة أحبابي في الله، اختصرت نوعا ما حتى لا يكون الفيديو طويل. رغم جميع الألعاب سوف تجدون أسفل الفيديو، لا تنسى دائما زيارتنا على موقعنا دو الفيديو لبونتيكلهاوس.com، ولماذا صحتنا على الفيسبوك facebook.com/حال981فول، أيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلك دائما الجديد الفيديوهات. في أمان الله.